نعمل دلوقتي الكيك بوبس. كيك بوبس كيك بوبس اللي هي زي اللولي بوبس، اللي هي مصاصة بس بدل ما يبقى فيه مصاصة يبقى فيه كيكة، وبتعملها زي إعادة تدوير كده من بواقي الكيك أو الجاتو أو أي شوكلت بيبقى متبقي. قولي لنا عايزة محتاجين إيه؟ بس بولة صغيرة شوية. عايزة بولة صغيرة. طيب دي تنفعك؟ مش مشكلة، حط في الكبيرة. آه تمام حلو، يلا بينا. بس زي ما قلنا ان الكيك بوبس بتبقى من الكيك اللي موجود عندنا بزياده. حلو، احنا هنا معانا الكب كيك. اوكي، اول خطوه فيه انت عارفه ان انا هبتدي اوترك واقول لك يلا عشان بيقولوا لي يلا. أوكي. سرعي بقى. لا لا، جدا على طول، جدا على طول. جدا هو مش بياخد وقت خالص. ها اوكي، اول حاجه بنفتته. بتفتتيه؟ اللي تبقى ناعمه خالص زي الباودر في ايدينا كده. اوكي، او باي بواقي، فلنفترض ان انت البواقي اللي انت حشيتيها جوه حطيتي البريم شانتيه. تمام، بيتحط عليه اهي اعاده تدوير. مزبوط. بدل ما حرام الحاجه تترمي. مظبوط. اوكي، بنفتته وتبقى ناعم خالص ما فيهوش حتت كبيره تحت ايدينا. ايوه، بنبتدي بقى نحط هنا اللبن المحلي المكثف. اللبن المحلي المكثف. اوكي، هنا ملوش مقدار، هنا تقريبا لغايه ما العجينه تحت ايدينا تبقى ماسكه متماسكه، عجينه متماسكه. تبقى ولا هي مايه قوي ولا تبقى ناشفه. مظبوط. اوكي، وتقلبي. تمام، نبتدي نعجن كده. اوكي، دي سهله قوي، بس كده جدا، بس كده. نبتدي بقى نعمل شكل الكور اللي احنا عايزينها. خدي واحده بس ويلا. تمام، خدي واحده ونجرب كده واحده. وده بيتجاب، ده شاليمو ده ولا ده ايه؟ دي عصيان مخصوصة للكب كيك. دي عصيان موجودة برضو عند المحلات، الكب كيكس موجودة في محلات الحلويات اهي. اوكي، وانت بقى عملتي على شكل دورية. مظبوط. اوكي، وهنا معانا وايت شوكليت. وايت شوكليت ممكن نعملها بشوكولاتة عادية، شوكولاتة البيضة العادي، الشوكولاتة العادية. هي وايت شوكليت او شوكولاتة العادية. بس هنا معانا واحدة. انا ايدي اتبهدلت، معلش. مش مشكلة، خدي منديل. لا لا تمام خلاص. بنبتدي نغرق طرفها كده بالشوكولات ونغرزها فيها. هايله هايله، هي اللعبه كلها في اهم حاجه تتحط بعد كده في الفريزر، ممكن طبق او حاجه. علشان تمسك فيها. اوكي، امسكي ادي الطبق يا ستي. تمام، نحطها في الفريزر لمده 10 دقائق علشان تمسك. عشان تمسك. ما هي الشوكولاته اللي جوه فعلا هتمسك. كملي كملي. تمام. خلاص، بعد ما تطلع من الفريزر اهو الشكل، اهو يا جماعه، اهو زي ما انتم شايفين اهي، بتكون بالشكل ده كده. هاتي هاتي، ده الشكل النهائي اللي هتبقى فيه. حتى هي الشوكولاته اللي فوق اتعملت قوي. مش الشكل النهائي، مش الشكل النهائي، قصدي الشكل بعد الفريزر. بعد الفريزر. حلو قوي. تمام، بناخدها ونغرقها في الوايت شوكليت كده تاني. تحفه تحفه، ده لسه يا جماعه مش هتشوفوا شكلها بقى، يبقى رائع. وتحطيها تاني في الفريزر. ونحطها في الفريزر. معانا هنا ده فارماسيا الالوان. اوكي، انا بس عايز اشيل ده عشان الحاجه تبان. اوكي يلا. اوكي، ونبتدي نعمل الشكل بتاعنا. هايل، سهله قوي جدا. طبعا عشان احنا الوقت سرقنا، فاحنا المفروض كمان تتصفى من الشوكليت كويس جدا عشان ما تنقطش. علشان ما تنقطش بس. والتانيه مثلا، والتانيه تقومي عامله كده. اوكي، وتقومي مثلا اعمل كده ولا غلط؟ اوكي، ممكن برضو. اصل مش قادر اقول لك اعمل ايه. اهو بصوا يا جماعه الشكل اهو عندي. استني هيجيبوها دلوقتي اهي اهي، احطها كده. ده الشكل تحفه. وبعدين بس، وتحط في الفريزر برضو تقريبا مده 10 دقائق. يطلع لنا ده للتلاجة. يطلع لنا ده، صح كده؟ مظبوط، تحفه. وعايز اقول لكم ان مريم عامله لي هديه، او عامله لي مفاجاه. عملت لي ده في شارع النهار، حاجه كده بجد. ديدس كيك اهو، تعالي تعالي جنبي يا مريم اهي. ديدس كيك الاسم، الانستجرام بتاعته. عملت اهو، استنى بس يعني، بس انت مقطعه يعني الايه بالظبط. حلو جدا جدا يا مريم. وادي بس انا هدوق. طبعا انا لازم ادوق. استني يا ساره، عشان لو طلعت وحشه. استني، خدي انت واحده يلا. ها، عارفه ايه الحلوه قوي اللي فيها؟ انها مش مسكره قوي كمان خالص، قوي تحسي. لا ما انتش لازم تكلمي عبال ما ابلع. هي فعلا مش مسكره خالص، ان تقريبا الحلو اللي فيها هو
اللبن المحلي مش حلوة قوي قوي. مريم راسم انت شرفتيني ونورتيني، وانتوا بقى لو عايزين تعرفوا كل الحلويات ادخلوا ديدس كيك، فريده جايه من فريده بنتك، فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار.